Hey guys, welcome back to our channel. It's your girl Fanelungu, back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Like I said, my name is Fanelungu, and on this channel we post reaction videos each and every day. So if there's something that you guys want us to react to, let us know by dropping the link in the comment section below and we'll do it for you. A big shout out to everyone that has subscribed to our channel, and a big shout out to the person that suggested this. Before I get into the video, make sure you go subscribe to Funny and Jesse 2.0. That's our second YouTube channel where we post everything vlog related. So yeah, today I'm going to be reacting to the amusement of Lahau singing and music. So without wasting time, let's get into the video. إن الجماعة اللي وقفوا أمام الدعوة الإسلامية كانوا يريدون أن يصرفوا آذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الإسلام، وعايزين يصرفوهم فيجيبوا لهم حاجة تشغلهم. الحاجة اللي تشغلهم إيه؟ قال لك القرآن بيتحدث عن عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد وبيتودع عن مدين وعن مش عارف إيه، طب ما نجيب لهم شوية قصص ونروح ونقولها لهم كده ونقعدهم في سمر جيدة زي أبو زيد الهلالي وبتاع وحاجات زي دي. فكان واحد اسمه نضر بن الحارث أو جوال في البلاد، فراح فارس فلقى هناك قصص لرستم، قصص لإسفندريار، قصص لأكاسرة الفرس، قصص لملوك الحمير، فجاب الحاجات دي واشتراها وقعد عمل نصب عشان إيه؟ يتكلم الحكاية دي ويشغل الناس عن مين؟ وبعضهم قال لك لا، ده واحد تاني جاب مغنية تغني بقى وتتكسر في غناها عشان برضو يشغل الايه الناس. يبقى انا ومن الناس نقول له تعالى بقى، اولا كلمة يشتري يدل على انه طلب، اللي راح يشتري حاجة بيطلبها اولا وبعدين يدفع ثمن يشتريها، وهي نفسها سلعة خسيسة، يبقى كم حاجة يطلب هذه مجهود، يدفع ثمن هذه غرب، السلعة خسيسة هذه خيبة. كيف يصنع ذلك وأمامه أشياء حق وصاد الباطل بتاعه اللي رايح يشتريه، وآتت له من غير طلب، فضل الله أنزلها عليه برسول ما طلبها، ومن غير ثمن، قل لا أسألكم عليه أجرا. يبقى شوف الحمق بقى جاي من كم ناحية، أولا طلبة وبثمن وباطل، مع أن اللي بيقولوه له الرسول حق، ومن غير طلب، مش أنت اللي طالب، ده احنا اللي طالبين نديك خير، ومن غير إيه؟ ومن غير ثمن. يبقى معناها ده حمق ولا مش حمق؟ ومن الناس من يشتي لهو الحديث. طب نحدد اللهو بقى ايه هو؟ والله العلماء قالوا فيه كتير، قال كل شيء يلهي عن مطلوب لله، وان لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهوا. طب الأذان أذن والناس راح تصلي وواحد قاعد يعمل في مصنعه، صارت الحاجة الصنعة دي بقت لهوة، لأن دي لها وقت موقوت وديك ما لهاش وقت موقوت، يبقى ده برضو إيه له؟ يبقى له ما يلهيك عن مطلوب منك، وإن كان في غير عند غير المطلوب في زمنه هو عمل كويس، بيزرع، نقول الزراعة مش له، الزراعة بنزرع علشان نجيب ايه؟ مزروعة. أم قال لك لا، إنما لما تلهيك عن أداء واجب لله بقت هي له، لهيت بها، وفي لهو حتى وإن لم تكن مأمورا بشيء، اللي هو العبث اللي قال لك هو ايه؟ يتكلموا بقى في الغنى، كل العلماء ابتدوا يتكلموا في الايه؟ الغنى والمزمار والطبل والرق والمش عارف الايه وبتاع ده، لأنهم كانوا بيعملوا كده. طيب تعالى بقى، العلماء حينما يتكلمون في هذا يتكلموا كلام محدد،
يقوم غير اللي بيدوا يجيز الاشياء ياخد زاويه من كلامهم ويطبقها على غير كلامهم. العلماء قال لك ما فيش مانع في الافراح اننا ايه نؤنس بالغنى والنبي امر به، وفي الاعياد مش قال لابو بكر هذا يوم عيد نحن في يوم عيد وقال لهم ابعثوا للمش عارف ليه مغنيات وغنيهم؟ طيب وايه كمان؟ أم قال لك كذلك الاعمال الشاقه بيقعدوا ينشدوا، ولذلك تلاقي كل جماعه بيعملوا اعمال شاقه ايه؟ نشيد ده بيعمل ايه؟ يطربوا انفسهم فيلهيهم عن متاعب العمل. قال لك طيب المرأة اللي عمالة تهني ولدها وتغني له لو انكحن بابا جارية خدابا مكرمة محدة تجب أهل الكعبة مثلا، الله اللي بيعمل نشيد عشان يديك حماس في الحرب ومش عارف ايه وإلى آخر، مقبول ولا مش مقبول؟ دي مقبول. إذا كل شيء له غرض نبيل نيجي نقول له الغناء بس مش هو اللي وحش، النص من غير غناء إن أهاج غرائزا حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهكش الغريزة بغير طاقة الغريزة، فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء إن أهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الوحده ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء، فاذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله معجنه هي ولا ايه الحكايه بتاعتكم؟ يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزانته محرم، النص نفسه، فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، إذا أريد له أداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت بحيث يستعمل الأيادي والعينين والمش عارف إيه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي تبقى بقت إيه؟ يبقى إذن أنت الحكم في كل ذلك. إنما مثلا في الأفراح مثلا بتبقى مرة يعني يغنوا للبت يبسطوها مثلا، في الأشياء اللي قلناها الحداء النبي ما قالش لأنجشة رفقا أنجشة بالقوارير، رفقا انجشته بيحد الجمال تقوم الجمال ساعه ما تسمع الصوت الايه الحلو تنشط في السير، لما تنشط في السير الهودج ايه يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض، فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكايه دي، وسمى المراه ايه القاروره، يعني من اللطف ومن الدقه واو الى اخره. فاذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات غنى حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع، والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص إن أهاج وأخرج عن الوقار. إلا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسة قالوا يقعد يسمع مثلا وقعة بتغني يروح ماسك لها الواحدة، بالله مش هو ده اللي بيحصل؟ خرج عن وقاري ولا ما خرج؟ خرج عن وقاري، مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جه إذا كان أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده أنهارهم قال له دعهم إحنا النهاردة عيد معلش يعني، ولذلك إيه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات، الوجبات معناها أنها أشياء ملحة يعني ويبقى لها مش عارفها. إذن المسألة مش عايز اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والالات ومش عارف ايه، نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام، نصا بغير لحن او لحنا بغير اداء
أو أداء أو أداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء. Very interesting video. I actually love people that are able to deliver a message with jokes here and there. I guess having sometimes I feel like we've taken entertainment too far. We've been given this entertainment to pull us away from what the real things are, maybe pull us away from talking to God or doing something right in the world. But then he's also saying that enjoyment, you can enjoy yourself, but just don't forget yourself in the process, because nowadays we have very bad music, people dance carelessly, and it's just it's sad to some extent. I mean, the music nowadays, I feel like we're speaking about this, the music nowadays, I don't even have to explain about what kind of music that's being played out there. See, that it's sexualizing people, women, men, it's talking about killing people. Those are the things that you don't want to feed your mind with, because you end up doing what's said in that song. So listen to something with a good message. Listen to something that you know is going to uplift you, or maybe make you make some change in the world. If I don't even know if I made sense with that. My eyelids are quite heavy because of the air that's blowing. So yeah, I mean, and we've been given examples here. He even gave an example of the guy that was with Muhammad when he said, but these people are listening to music. He said, let them enjoy the, not music, but let them have entertainment. I mean, it's Eid. So entertainment is not being forbidden, but the things that entertain you is what matters. Don't go astray trying to please the public by knowing the latest songs, doing whatever those songs are saying. And the joke about people dancing like machines in factories was just hilarious. Let me know what you guys think, what you have to say about this video or the message that was contained, and I'll appreciate. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.